بعد كده نرد على نورة وأم محمود. يا أم محمود، ألو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ايوه مع حضرتك. اتفضلي سؤالك. عايز اسال الشيخ بس على حاجه. قولي. اهلا وسهلا، معلش، اتفضلي. انا كان جوزي تعبان مره، تعب شديد يعني، فقال لي انا لو مت او جرالي حاجه اتجوزي اخويا. فقلت له لا، ولا اخوك ولا غيره، ويحرم عليا اي راجل بعدك. فانا دلوقتي خلاص احنا على وشك ان احنا نتطلق. طب انا عليا كفاره ان انا قلت له يحرم عليا اي راجل غيرك، او عليا حاجه ادفعها؟ يعني هو موجود يا فندم، يعني زوجك موجود بصحة تمام وهيتم الطلاق بينكم؟ طيب حاضر، حاضر يا عيني. طب عندي سؤال تاني معلش. طيب قولي. انا متجوزه من 4 سنين. حصل طبعا مشاكل بيني وبين جوزي وبين اهله، وطبعا مامته مش سايباني في حالي، وهو بيضرب ويشتم، فكنت برجع وبغضب وبرجع. فاخر مشكله بيني وبين ان هو كان عايز يمضيني على ورق ويخليني خاصم اهلي، وان انا اعيش خدامه تحت رجليه، وانا معايا طفل عنده سنه. فانا دلوقتي اشتكيته مثلا في المحكمه حاليا، وهيتم الطلاق بيننا. فانا كده يعني حرام ان انا بعدت او اتطلقت عشان انا معايا طفل، ولا ده اللي انا عملته ده صح؟ انت عندك كام سنة وابنك عنده كام سنة؟ انا ابني عنده سنة وشهر، وانا عندي 22 سنة، مواليد 2000. وجوزك عنده كام سنة؟ جوزي عندي 28 سنة. وانت متجوزة 18 سنة؟ ايوه. طب بس السؤال هنا، السؤالين يخصوا حضرتك ولا السؤال الأول ما يخصكيش؟ لا السؤال، يخصك. السؤالين يخصني انا. يعني السؤالين، أصلا أنا شايف السؤالين عكس بعض. ليه؟ يعني لا بتقولي انا أنت جوزي فاكر واخد عليا، أيوه تعب شديد يعني. تعب شديد وواخد عليا عهد، يعني بينهم حب اهو بقى، واخد عليا عهد ان انا ما اتجوزش بعديه. لا ده قال لها لما تموت، لما اموت اتجوزي ايوه اخويا، ما اتجوزش ماشي، بعديه. ايه ما انا فاهم، يعني فاهم؟ اخويا فقط، يعني بيفرض عليها اخويا، يعني في ود. لا ما قالش فقط، قال لها يعني ايه اخويا يعني. ماشي المهم ماشي يعني ايه ود ماشي. ايه بس وبتاع ايه بعد الضرب الفظيع. وبعد ما ضربها كل ده قالت له تحرم عليا لو اتجوزت غيرك. ليه؟ خلينا نرد على نورة الاول. ماشي ماشي يا ام محمود، ماشي. هنرد عليك. نرد على نورة. بص يا فندم، لو الراجل قال لها، لو قال لابنه لو خرجت بره البيت تبقى امك طالق. انا بنادي على كل راجل، على كل اب، انت حضرتك ما تدخلش زوجتك والطلاق في جملة مفيدة في مشاكلك انت واولادك او انت واخواتك. خلي الطلاق ده علاقة بينك وبين زوجتك فقط. ربنا قال عن هذه العلاقة واخذنا منكم ميثاقا ايه؟ غليظة. غليظة. عايز تقسم من كان حليفا فليحلف بالله. فخلي الطلاق ده حاجة خاصة، حاجة عظيمة، حاجة مقدسة، مش أي حاجة على عمال وبطال يبقى طلاق. لكن الطلاق ملابساته إيه؟ وهو نيته إيه؟ وقال إيه بالظبط؟ وطلاق معلق ولا مش معلق؟ أنا ما بحبش أفتي على الهوى أو في التليفون أو في الطلاق، لابد أسمع وجها لوجه أو يتوجهوا إلى لجنة الفتوى أو دار الإفتاء بإذن الله تعالى. ده السؤال طيب اللي بعديه بقى. ام محمود بقى، هو تعب تعب شديد. هي اصلا هي عندها 22 سنه ده يعني اصلا، صغننه. ومتجوزه بقى لها 4 سنين من 18 سنه. فتعب تعب شديد، قال لها لو مت اتجوزي اخويا. ايوه. هو يجوز اصلا لا ده؟ يجوز يا فندم، لا يجوز، يجوز ده لا ان يجوز الراجل ان انا، يوصي بانها تتجوز مين لا بعد ما يجوز ان انا اوصي تتجوز مين، او لا يجوز ان انا اوصي انها تتجوز اصلا، لان بموتي خلاص العلاقه الزوجيه ايه؟ انتهت خلاص؟ انتهت. وما فيش واحده بقى تيجي تقول لي يحرم عليا حد ادخله على اولادي، ده حلال ربنا يا جماعه. واحده بقى تقول ده انا هقعد على ايتام بتوعي واربي ولادي علشان ازاحم النبي في الجنه، خلاص ربنا يجزيك خير ويتقبل منك. ولكن لو اتجوزت ده حلال يا جماعه، ده حلال ربنا، وبالذات في الزمن بتاع الفتن ثواني والشبهات بس، اللي احنا فيه. وهل هي لو اتجوزت ما تزاحمش النبي في الجنة؟ لا تزاحم يا فندم، ده بالعكس. ما انا قلت اهو بقى، ما يعني انا ده بقول بحديث النبي اللي سيدنا النبي قال ايه؟ انا اول من يحرك حلق باب الجنه فاذ بامراه تبادرني، تبادرني يعني كتفها في كتفي. فقلت من انت؟ قالت انما انا ارمله قعدت على ايتام لي. فهي قاعده ربت اولادها صح، وضحت بلذتها ومتعتها وظهرت شبابها عشان ولادها، دي خلاص كتر خيرها. لكن لو اتجوزت برضه ممكن تزاحم النبي في الجنه بعفتها وتربيتها لاولادها وعدم، يعني عدم الخوض في الحرام والعياذ بالله. فدي دي في ناس تمشي في كده وناس تمشي في كده ان شاء الله. والاعمال بالنيات. بالنيات. طيب هي لو اتطلقت دلوقتي، وعلشان بيشتمها وبيضربها ومش عارفه ايه، وعايز يمضيها على ورقه وعايشه خدامها تحت رجلي والكلام ده يعني، وهي مش قادره تستحمل، بتقول لك يبقى حرام عليا عشان انا مخلفه. يبقى حرام عليا انا ما اتطلقتش. شفت انا بقى افاجئك ازاي بقى واحنا على الهوا؟
حرام عليها. انا ما اعرفش مين يمسك مراته يضربها. انت يا اخي حد يضرب امك؟ مع احترام لكل امهات، وانا ليا ام برضه، تطيع حد يبص لبنتك مش يضربها؟ تطيع حد يلمس اختك؟ فما تبقاش تعمل على جوز اختك وجوز بنتك اسد، وتعمل انت عمرتك سبع وتكسر عظمها في البيت. حرام شرعا لا يجوز. الضرب ده للحيوان. سيدنا النبي كان يغمز بالسواك، ولا الحيوان يعني حاجه كده، ولا الحيوان يتضرب؟ لا ده انا يعني في التعليم او اثناء، لا يعني حتى الحيوان برضو ما لم يرد، بضوابط لم يرد انه الحيوان يتضرب. ده حتى يا فندم لما الحيوان يضرب في اوقات معينه بضوابط معينه، والا هتبقى ظالم برضو. هتبقى ظالم ليه؟ للحيوان يعني نفسه. مش المفروض يعني نضرب اي حد حاجه فيها روح. وعايز اقول لحضرتك واحنا على الهوا، اي ست ترضى ان تتضرب وتيجي تقول اكمل معايا، ما تتصلش ولا تتكلم، لان هي اللي بتهين نفسها بصراحه. يعني مش يعني انت يا شيخ انا بتشجع على الطلاق؟ لا ما بشجعش على الطلاق. انا بشجع